تماس لصالح الكاريجيال التونسي. نفذ التماس وترجع من الدفاع، فما مخالفة يقول الحكم سيد كوفي كوجا لصالح الكاريجيال التونسي. طبعا روح رياضية بين أمير المقدمي واللاعب بولي جون بليز، وفم مخالفة لصالح الترجي التونسي. اسكندر سويح في تنفيذ هذه الكرة ثابتة لصالح الترجي التونسي، مش بعيد على الركنية من جهة المدارج المكشوفة، تتنفذ من اسكندر سويح في القائمة الثانية. وراضي الشعائد يرجع الكرة وفرصة لصالح الترجي التونسي، وما زالت الهدف الأول على تاريخ كرة الملك. الهدف الأول كانت كرة مرتدة من دفاع من دفاع الفريق الكاميروني، ومراد المالكي يتمكن من افتتاح النتيجه لصالح الترجي التونسي في الدقيقه 11 منذ انطلاق هذه المباراه. اذا تتغير النتيجه، تصبح هدف مقابل صفر، اي عاد العمليه. تنفيذ كان من اسكندر سويح في القائمه الثانيه لمهد براس رادش عادي، تسديد ما كانش محسوب الاول من مراد المالكي، ترجع له من جديد الكره وبالرجل اليسرى يسكن الكره شباك الحارس التويبيا. او اعاده من جديد لهدف الترجي التونسي. جون مارك بينيه وترجع الكره من الحارس، وفي المره الثانيه نتيجه نهائيه للفريق الانغولي بنتيجه هدف مقابل لا شيء. ترجع الكرة للفريق الكاميروني، حاول يتوغل والتسديد والهدف، هدف التعادل، هدف التعادل للموكاكي. يتنفذ الكرة من نومو جورج، ترجع من دفاع الترجي التونسي. كلايتون في اتجاه بينيه ويتغل الدفاع، ولكن ترجع له من جهه بينيه حاول يتوغل، والحكم يعطي ضربه جزاء لصالح الترجي التونسي. ضربه جزاء لصالح الترجي التونسي. اسكندر سويح هو باش يتولى تنفيذ ضربه الجزاء لصالح الترجي التونسي. اسكندر سويح يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء لصالح الترجي التونسي، يعطيه الإشارة الحكم، يتقدم اسكندر سويح والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي التونسي بإمضاء اللاعب اسكندر سويح. ضربة جزاء ان تتغير النتيجة وتعود الأسبقية من جديد لصالح الترجي التونسي، هدفين مقابل هدف.